لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدق وكيا في طبنات كم إذا قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما ولو مصمر على الري تحذير الفقهاء من تفريط السفاه في مسألة الأسماء والأحكام. ما توحين موضوع أنه كسب سنة مسألة دار الكفر ودار الإسلام، دار الكفر ودار الإسلام بكسب سنة مسألة مركة ومسألة بلارن وأتكد ركسنتيهين مباحث تدي مسائل كذا هي تفاريع ذا، لكن واحد يقفو سيئة ومسألة ده تحول دار الإسلام إلى دار الكفر. إن دار هران إسلام بلد إسلام هان شري وسوب بدلو أما سرقو دار كفر أما بلاد كفر. هي فقهاء المسلمين توحي هو شاكا قباني في لحدين قضية دا سنمان تكو يعني عشر كساب سيئة هاي مركة كوبات وحلينا هاي بن آدم كو وانا خير بدنيا وانا شر بدنيا هاي بلاد يدورالكو يعرلائي قنا أساق حكم كي سيقاتان ووصامي إياه بلد هي يدورالكو يأراضي ذو حكو حكمين كل بعيدة كتالي سيد دقن بيكو حكميه هذي منافقين دقنيه ودار المنافقين طيب فسق دقن داي ودارو الفاسقين سأريكم دار الفاسقين هذي قال دقين هنا ودارو كفرين هذي مسلمين دقين هنا كتريانا ودارو إسلام سيدا درت شغل إسلام حول هذا أحوال البلاد كأحوال العباد بلاد يدعوك حكم كوضو وسيدا بن آدم كحكم كيسوكالي فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرة وتارة مؤمنة وتارة منافقة وتارة برا تقية وتارة فاسقة وتارة فاجرا شقية وهكذا المساكن بحسب سكانها سيدازو الشيخ يلا هذا ورالكو يمالها لدقين هنا وحيكو حكم تاكل بدك الدقن تاسوا إن لأقادوه باب كان مركا نمر إن مركا هذا العلوم الصريحة عط حكمك كعاد بالربا إن لتحقليه اللقاته لقانا اللاحظو وركا متشابهة أما أن عضي وهذه يقول هذا الكفافاسا أي محكمة مت كان عضينا ومتشابه أما مجمل وكله أصل كحلو عيني وهذا الكعادة شنك عالم كأولي هي بالو نقني لكن إنك حانون سنة الرقبة أصوح أركيا كلي حانون كيسي وحي أمون مركا أنفعها يوفيرنا يا وحو آذي متشابهات كي مجملات كأيو آذي وحونا كتغها يا ودوينك عضاي هذا الكي صافنا بكتغيا صادرت الشيخ الإسلام حول هذا ولكن من في قلبه مرض يأخذ من كل كلام ما يناسب مرضه روح لكن شرنبول يا قلبه كحنونسا هذا الوالبون إن عالم أوليه حقق قاتاب الوحي أسل حنون كيسا الله شقيني صادرت دوارة خوارجتا قليها انجفادا ونقانو غلادا علمات هذا الكودن والباء وحكت شيدنا يا إنت أسل مركا أوليه كتاغريس هذا الكعداء الدونيين ويكعرريا قضية مركا أن أسوق ذبنه مسألة قضية دار الكفر ودار الإسلام وحن لنا هاي وحن نقصي أن موضوع أوكي ضدكي لو حكومة إسلامية كفري أيام مركا قاركود وحن قصبنا إن دارت أن مركا أن حكم كذي سينه دارت حكم كذا سينه مركا مسألة كوبادة مهمة إن أرضي وقلبي وكهي أما مسلم كبو أجاده تبعية الدار وفي غاية الضعف الضعف عند الفقهاء أما تبعية الدار وأضعف الدلائل عند فقهاء الإسلام إجماعا اسكو قاعد هو شايدا مسألة إجماعات كحانوس وتركيزنا إنا وينو كوبن طاي خلاف كم منتشر كا ملا إجماعة يحبناها صالقة قبصدا صدق وقعد تفاصيل شو أقول ضميس تبعية الدار يعني بلد كي الدار الروح إلا الراعي أول يلا حكم كدار توقادنا يا إسلامي يا قال نمبا وأدليلك أوضع يفسن ابن آدم لغو حكمه أنت أدليلك له ليسه وتروح أكوح كنت إسلامي ما أوجح كنت أما أوجح كنت قال نمبا لما عسكر الله اللي حن ما هي دار تحكم كذا بلد كحكم مثل آدم ما هي أنت أدليلك ليسه دليل كله أو كسية روح عن حكم كيس إسلاما أو كفرا مركز صادرته تبعية الدار دارت إن للراعي حكمها لغو الراعي كفرا أو إسلاما لغو الراعي وأضعف الدلائل بيجمع الفقهاء تايس كيف هذا صادرته نيك قال لما لغو أركو في بلاد الإسلام بلاد الحرامين لغو أركو وكافر نيك إسلامي من موجستا
iyo wanaag diineed lagu arko Tel Abib iyo meelaha ugu gaalsan adduunka. Waxaan leenahay waa muslim, faman atara alkufra fi ayi baladin fahuwa kafirun wakadalika man adhara alislam fa muslimun fi ayi balad. Saa darteed tabiciyatu daari macna ma laha ilaa fi mawduucin waaxid. Waan gaadhi doonaa insha allahu tacaala masalada marka waa in la iska ogaado. Masalada labaad ee raacda waxaa weeye maxay tahay faa'iida nagaga xiran inaan ogaano daarta xukumkeeda gaalnimo iyo islaamnimo. هل فإذا بس أنا جحرة فقاد واحد يهوى شعيا ذا وحاجة تايكلية روح مجهول الحال كا وإذا ده قال كده مجهول العين أي ده هذا مجهول العين أي ده هذا أحد كاس حكم كيسان كقاضينا كلية ومجهول العين بيد هذا مجهول الحال لوالي ده هذا بلد إسلام بوحان كوارن روح أنت هكوركو جواي هاي ما دي حيس لما هاي ولا جرم واي واكميت كل لويه iyo jirki kale waa dhameystiraya madaxiisana lama hayo matalan bulad islaam buu joogaa ruux kaloo garta waa la waayay aabbayaashii isirkiisii nasabkiisii waa la garan waayay meelo ka soo jeeda waa la garan waayay maxaan marka oranayna maadaama baladka uu yaalo yahay bulad islaam qofkaani waa muslimi hal lagu tukado hal la maylo hal la dhaqo hal la kafno maqaabirta muslimiintana lagu xabaalo maqaabirta muslimiintana hal la geeyo كذلك بلد قال بانو كو ارغني روح يا لون لا غراني ميلو كسو جيدو مخاتل لو ما هي غالمي اسلام كيسا وح بينو كا لما هيو امارات لما هيو شعائر لما هيو مخاتل لما هيو اصل هي فرع من لو غران ما هيو دارت راعيني نمرك ايدا وميش اوغو صدرت ودادك يحيى بن حمزه العلوي المؤيد المؤيد بالله اورن جيرين افر تطوبق لافرتني سغالك بو غير وداد زيدي اه وداد شيعي وزيدي او حوي معتدل اون فكرة الاعتدال من وزير نكو كقاتوي نكو كقاتب بقول سنة أول حيس جريه تقريبا وحيد مركو كتاب كيس التحقيق في مسائل التكفير والتفسير كتاب كيس كتاب غاضب قيمة لا مجرد ضغط عيوي وبحثه كوتشي رمك هتكبد بعد مسائل كاعتزالك وكه الله يكبد بعد أقول له هاي كتاب كفي عن مشروع مسألة لقى قول أنت هذا عنه هاي إنه كتب هذا النسوق قارئ قلت كإسلام كشكت أي قرين أي مطبوع هذا كتاب كفي عن ما أرك أخرية كتاب كاس طلبضة دراسية سبعان وأخرية التقرير بوهام المالي والتحقيق لأدلة الإكفار والتفسيق ساسو مقعيسة كتابك التقرير والتحقيق لأدلة الإكفار والتفسيق مركا ولا مجلد وانا هي أنك وبهان وعاريان دسوع لي لكن حيرت وحمسوا عليان بان ليش وحور وذات كاس كتاب غمركو كهلاي الفائدة انت وقفتم كي الفائدة بمعرفة دار الكفر هو الحكم على مجهول العين بالأحكام الكفرية نحو تحريم المناكحة والمورثة والذبيحة والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام الكفرية ودار كيسان فإذا كجرت إن الحكومة دارت القان لما الله حكومة أما إسلام الله حكومة وقال الدوناي وحوي كلي إنك مجهول العين كأه إن لسي أحكام الكفر ما دام ودحي الله لو ودحك دار كفر والفائدة بمعرفة دار الإسلام هو الحكم على من جهل حاله بالأحكام الإسلامية عكس هذه من تحليل المناكحة والمورثة والذبيحة وغيرها مما يعد من حكم الإسلام وشرطه إذن تصنوا وذكرتين دارت إن دار الإسلام لا يدهدنا وكذا لقال إفائدة تحوي روح أن لقرين حال كسي حوم كيس إن للراعي حكم كدارت تنكلو كحر الماء جرته فأقوى الأمارات في حق من جهل حاله فلم يتميز من كفر ولا إسلام هو حصوله في الدار وصار من يحصل في دار الإسلام أو في دار الكفر له حالتان وهذا الكيس قفك لقد جاهل نقضي حكم كيس أو لقران واي سمدلاوها النقضي وكان سمدلاوها النقاني قفك أسقع إن قال لمن الله حكم إسلام لمن الله حكم ماشى الله عسكنه ودارتا صدرت أحد كي لغو أرك دار الكفر أو دار الإسلام لغو أرك حالك سواء الله متكمدها حكو قبا قبينو يهي معلوم الحال الحالة الأولى أن يكون في نفسه معلوما حكمه متميزا أمره فلا يحكم في حقه بحكم الدار روحي والله أقولك سواء عادي هاي قال لهم وكو عادي هاي أما إسلامي وكو عادي الدار لما بهانو كدبو الشيقي سدى أوقفك كو عدانا يحكم كيسو صدح شيء بكو عدان كراب صدح شيء مدكو بات العلم بإيمانه أو كفره روح إيمان كسبا لا يقانا أما قال لي سبا لا يقانا مدى اللبات أمارات يسمى الإسلام با كم مغضى
مدة صدحات وحال يقان إسلام آبائي وكفرهم أبيه أوجي يذكر صر إسلامي نقص جدار لا يقانا وإن كانوا هرت ما قان لكن أبيه مسلم بوها أوجي أوهيب البالورين شري أيدينا مسلمات بي أهيد هو يدينا إسلام حجامه ذراعين شيء داي أهيد لكن أوصل قرن ماي نكاز مدارتان راعين نمسو تلكي بالراعي مركز سوكلي ينتفعن تام مرة أصلا لا ما يقان صمد الله ووي لكن وحال يقانا قيس بكسو تشودو إن المسلمين أسردي سعالي سخاص كلا يقنا عائلة خاص كين للراعي يين دارتن جود للراعي كيردو كيسو كي علم فرادكو حديث جدا وحا لسكفو عياه الأقرف والأقرب نفس القضية وي نفس القضية كدبو وحويلي فإذا عدمت هذه الأمور الثلاث كلها وجب القضاء له بحكم الدار لأنها هي الأغلب في حقه انت مرك اللوايو أي دارت الله راعيني فيدورت انت سلقلي دار الإسلام دار الكفر وحكا دحرون وكلام متجرو ما كاتربت قفك إن هذا حكومته أما إسلام ما أتيسو أما أتيسو قال لهم حاهم كاقا حرم مركو النغضو صمت لاوي ملكا يلقي هذا مركاسي متجرو سابقا نوام حي مركو صمت لاوي النغضو وحي أهيدين ليدا دار الراعيو ثم الله ما كن نقض وحيد إلا إذا هل الرعي أسهل كبعيد كه لأن الأصل في البشرية والإسلام لأن الأصل في البشرية والإسلام دارتنا واتنا مركا لبضع الدليل بكل الرعين لها فقد وحيد وحل الرعين يا دارت لماذا لأنها الغالب والأقرب أصل كواصل بعيدة الأصل في البشرية والإسلام وأهرا لقصة التقيده نبي النحواج اللي صدر العام كان كفر هو من سعودي مرك أصل كوا بعيدة نينك الدار للرعية اللي وايو وأسرق حالك سلوقان وايو وأسري قيس للرعية اللي وايو والصمد يا أمارة اللي جوايو الصمد لا والنقطة أيه وحلوه أستين هيا أصل كفك لكن دار تهديل له دات للرعينة يا ومشي من حزم أورنجري ضدك وحلوه حمبارة يين المسلمين إلى كفر قدو سقناه عوج هذا أصل كبعيد كوا مرك الدار أي وح كست اللي وايو تايس كوا هذا مسألة الله بأسد حادة إيه رعضة وحاوي وحالة قيّة با ما ملقي يتاليس كدولك كتالينو مسلم يهي داد كدقنا إيقاليه مدحوينو إيو حكومة دا كتالينيس بلد كأني مسلمتها اللي قيّة با بلشدة دقنا إيقالتها كالنجاشي وأمثالي سيدا ما الحبش النجاشي اللي وكتالينها بلشدة معي هاي مجتمع معوها مجتمع كافر مدحوين هنا مسلم بوه وحيس كجحر المدحوين قالوا بي يبلش قالوا ذا ما يجرت وحبيس كم حرنا نول بحكم كسو قضانة ولا تزر وزيرة وزيرة أخرى وحلا جاي بحاكم كونه كافر نقض نينك ماشي كتر لأنه قالوا به ودينك كبحه بلش ذي الرعية دون أي مسلمات على جاي به كلمة مأمون العباسي لعنه الله حلق السلفك مأمون العباسي ابن هارون الرشيد وقرن إيسان وقالوا بحلقيسي سلفكم هو حكم من أحمد باك من الرقى حكومة لكن بلشدي سلفكم هو حكم من إيهين مسلمين حاكمك قالوا بكرة بلشدنا مسلمين بين غنكرت وبالجملة كفر الراعي لا يستلزم كفر الرعية قال إنه قالوا مضح ويتلسكوا قالوا بكمال لازمه إن بلشدوا أي قالتها إن مدحوينه مسلمين كمرد على طه إن برشدو أي مسلمين إن والبحو قادنية حكم كيسو قادنية إسلام كو حكو سنانية بمناطه كذلك كفر بمناطب كو سنانية مرك إسكجرة قاعدة دي أصل كي بدعي هاي لهايين بيهسية يا أخ نسيم الخوارج إذا كفر الراعي كفرت الرعية يا أصل كيل هاي أنا أها أنت أنك أن دجنهم أنت كلو بلاد كفرين أيها إسكال كانا إسكيل علي أنت أنك تشوغن موية ماشا معسكر كانا صلي كانا دار هجران قردو كالي سيدكم أنا دار دا بالا دا دغم دا أنت أنك أن دار الهجرة ولا بحيل أصل كانا أيها إسكالي قوله أصل كي إبادية إسكجر شيء عادة وحيد بلاد كلها بلاد إسلام إلا موضع سلطاني ومعسكري ويان وعكسين وحيدا بلاد الإسلام بلاد الإسلام
انت او فديه مدحوينه يا تلسكي سمويه اي دولكا انت وحده ما بلاد كفر استيد هاوسك استيد هاوس متقنا انت وحده وا دار كفر انت كان وا دار اسلام خوارج لو عكسين وحيد هذين انت انغو ان جوجنو مويه انت كلو دون وا بلاد كفر عقيدة أهل السنة والجماعة يا فقهاء المسلمين يا أهل البدع بدن كود دوام حي ضد المسلمين تميلوا يجون حتى أن اسخلاف سنان وا ديارو إسلام موي إلا ميل لو أوغادا إن قالوا أي سيد رئيس أي إسلام كيدن غيس موي مسألة مركا إسكا أوغاد مسألة أفراد إي رعدة وحاوية وحاوية رسول سعودات التحول كي وحي إسكو وافقين طوائف تهدى أدونك تشوغا يا إسهاية إسلام كشيغانا وحي إسكو وافقين ديارتن يا بلادن هاد كونتن دور كا يا ونصب شيغتا اسلامك انا اصل كي دور اهان جرتي ديار اسلام بالفتح الاسلامي ديارتن كونتن دور كا وابان كبن دون كو دمك تلين جري لكن هذا انت ان غوسو هاد اسلام كشيغتا اصل كي دور وحي اهيد بيلين اسلام باي اهيد وديار اسلام باي اهيد وحنا كو اسلامتي فرشد المسلمين تاي فورتين اي صحابه فورتين تابعين فورتين المسلمين كو هالجميل إجعان إسلام صوغ الشبيب ديار إسلام كن نقطتي أنت ويسكوا فقسين كل جود لكن وحيسكوا ما نرافين حكم كورة إسلام كوا إسكب بده شيء وحين نقطتي ديار كفر وردة يا ما يولي حكم كي بيتاج هل كي بيتاج أنت أنت صادر الله يسكوا هيا هنا دفانتين برا مليني صادرت أيا إسكدا وذا دكلي وهابي ذا دحذي ذا كبار أئمتهم باسكو خلاف هذا عصر ينن بلاد لو حكم القوانين الوضعيه لو حكم دساتيت لو حكمه مدار كفر با مسوا دار اسلام بالاس اي اسكو خلاف وهابيه هذا عصر ينن نوليت شحان ابراهيم ابن عبد اللطيف ال الشيخ ايا سؤال لو ويديي فتاوي مجلد لحاد بقول سيديتني سيديت سؤال شلون بركيدو يهي كون افر بقول كونتريو كو وحال ليدي كون افر بقول كونتريو كو وسؤال شلون بركيدو مجلد كون لحاد ويويا لا مكتوب دا كفيري كون مجلد لحاد بقول سيديتني سيديت وحال ليدي هل تجب الهجره من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون سؤال شلون ودي مواجب ان الهجره لغا قحو لغا عرره ولكن المسلمين يدقين هنا لكن لو حكموا قوانين الدساتير توضعها وحكو جواب الشيخ البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام بلاد لو حكم قانون كوضعها بلد إسلام معها تجب الهجرة منها وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام وحروف وذاتك واتفانتين بيلتا وحولي وإن لقيت جلدها واجبة وحاكا الله ميدو ديار كفر النقون إيسا هذه الشركة يقولون نقضها فاشي أون لإنكرين أون لبدلين أي نوع إن لقيت جلدها بلد كفر كن نقضها بفشو الكفر وظهوره قال لهم إنه يباهدو يبلارتو حقا إنه يبنان كتماضو ويحكي لونك قائم نقطو مركا بلد وكفر بين نقونيس لكن بلد كسوق بلد إسلام هذي ذات قاركي أي حكم كقانون كمرداء أما إذا بدرد مرسميا أما قولي طوائف الرداء ما لكنو ليهين أما مرتدين ما لكشوغان أما علمانيين كل حنو ليهين مركا أيضا وحاوي حلوة بلاد إسلام إذن محمد يقصي وحاوي بلاد اللو حكم القوانين الوضعية وحوري إنا إن إبراهيم إن عبد اللطيف إن عبد الرحمن وحوله بلاد كفر وأذكرتين بيلت ابن عثيمين أسوي حوله بلاد كفر لما أورنكر إلا إذا هو مسألة خطيرة إذن كأكل حكومة اللي بدأ كيا تغير إسان تايضا ابن عثيمين كتاب تعليق يسوي كله الكافي في فقه أحمد حنبل ابن قدامة يتعليق كله تعليق قاسو حكويري مركو ابن قدام هذا القيمة بدون أولى يوربا أنه تعليقي حلو إمام كوحو شيء هذا الكيسو هذا الصحيح لكن ما هي دار الإسلام ودار الكفر ما هي دار الإسلام ودار الكفر محمد إبراهيم مناطك كدولة وان قاعد دونا مناطك سو كدولة وكحكم الديار تديار كفر ومناطك يؤبذين أهل العلم وآه دارته وحي دار الكفر كن نقطة
بجريان احكام الكفر عليها احكام الكفر اني كدور رسوته ومسلمين تلمريو ولغو مامولو اي دار كفر كن نقطا ومنات كدوله ومنات اغلب الفقهاء اي قبر وذات كان لكن اسقو ابن عثيمين منات قالوا كدوله يا واه دارته وحي دار كفر كن نقطا مدار اسلام كن نقطا ان لغا وايو شعائرتي مظاهرتي اسلامك عيد يا جماعة جمعوينك يا جماعاتك يا شعارك إسلام مرض وكم بغض آذانك صلاته قبله حجابنا قرآنك اللي برن هي إذا ودار إسلام لأنه حكد لي مظاهرته لأنه حكد لي جريان وأحكام الكفر على الدار لبضع مناط بك لدولي مرك إلا وخطيري وفاسد ابن عثيمين وكدك دقي وعنعو حنو ملاينا ينسن كفرسن لكن دم لا هذا الكسان كنت الأخرية ولكن هي ما دار ما هي دار الإسلام ودار الكفر فهل إذا كانت هذه البلدة شعائر الإسلام فيها ظاهرة من أذان وصلاة جماعة وجمعة وجمعة وصيام وأعياد وكل شعائر الإسلام فيها ظاهرة لكن حكامها يحكمون بالقانون عمدا وقصدا فهل نقول هذه بلاد إسلام أو بلاد كفر شعائرتي مظاهرتي كلام موقتة لكن حكامتك كتالية ومضح يكون مامولان بالقانون لا بكتاب الله محط طلب ولبع عمدا وقصدا ما ها تأولا ما هو قصدي كسب أو ما مليا شيخ يحول نقول هي بلاد إسلام ابن تيمين هي بلاد إسلام لأن المظهر فيها مظهر إسلام مقال كي يجي الكور مكلا غفيري واكل الطواف واكل حجين هي اذان كي باب حاي ولا سوم هي ولا صلاه هي نكاح با شريعه الاسلام خدت كل مهر سن هي وكاسا وش اي موقت واذا قصر الحكام او اعتدوا فان ذلك لا ينقلها الى دار الكفر حول هذه لكن حكامته ايو غابيان ايو غالوبان اي بلايه كدعان دارتي دار الكفر نقون ميس يعني حاكم هدو قالوا إيه إذا كفر الرعي كفرة الرعية وصح لورن ما هي وتوكل سحية لكن وحال قوها يستاهل بلادي وحال قوة طبقها هي الحكم السائد سلطة إي سيادة يصرين تي أسكالي كفر قانون با أسكالي كتاب الله والله حور لتور مركز هذا الكلوان هذا الكيسور إنه بري الله جاي وقال حلو وأما ما هيمن عليه الكفرة وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي دار كفر لكن بلد كإسلام قال قب الصدر هذا يكون بويا هيستاني ديارة قانون تلقون معمولي ها يا هيست كفرة هيست تصاب وأما ما هيمن عليه الكفرة هذا كفرة سين تصوب كوضع بركة أيضا فهي دار كفر وإن كان يوجد فيها من يحكم بالإسلام فهذا هو تعريف دار الإسلام فدار الإسلام ما ظهر فيه فيها شعائر الإسلام وكانوا أهلها مسلمين بقطع النظر عن الحكام والحكام لهم شأنهم وبه نعرف خطأ من يقولون في بلاد المسلمين التي يحكم فيها التي يحكم فيها حكامها بالقانون إنها بلاد كفر فهذه مسألة خطيرة وذكر ابن عثيمين سيدا يا يلي حكام البلاد يكون حكومان قانونك وبلاد كفر يا سويلي شيخ الإسلام في عصره شيخ الإسلام في عصره وأعلم النجديين في عصره نيل عقيدة وكاقوم بدنا مرنو لابن باز ولابن عثيمين كل قوضة وكمنج في عيائي لأنه حقها من الطراز آخر رجل من الطراز الأول الوهابي وها wixii ka dambeeyay waxyaabaha ugu dhuunta soo galay ninka ugu roona waa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayh taaliqad Ibn Uthaymeen ala kaf nuqdaam mujallad ka shanad ka fiiri hadalka asaga in soo guuriyay 297 hadda waxay ga xuseeyay baxdiga ka doon ama Ibrahim taageera ama Uthaymeen taageera idinka idin taala waxaan rabaa khuturatu almas'ala khatarta misalada uu leedahay athar alqawain wad'iyya ala diyar alislamiyya khatarta ayyalati waxa isku khilaafay أئمة هذا العصر النجدين تي وهابي ذاك كلا تري مركان سوق قاب إنه علة الحكم بإسلام الدار دور قول بلو عليا كذلك علة الحكم ب بكفر الدار وحلو عليا لح علو لحقة لح مناطبة وكالله بطاء أيدو أروريو
نين وحو علماء وحي فيريان سلطة حاكمة بلد كيا كتلي إيجايا بلد كدوغال كتليو أو بقول كي بس سجاشن يسجال أن تدك كنوا لأي مسلمين وحوله هي وبلاده كفرين وحوله جدا صورة صورة كلا فهم هل كان مكان مر إنسان الحكم على داره حكما وصورة ويكرد وانتهى صورة حكما نوع وحلقة وثوة وانتهى نين وحوك إيجا هي بلد كما كان لوناي ودار كفر أما لوناي ودار إسلام وحن إيجا كل بقى ود كتاليسا نك وركس وعديا وركس وعديا محي لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما كمركو جوغي كفار قريش كتل ليس دارتهم حياه دار كفر باجماع العلماء باجماع العلماء يا يعني نكون افضل خلق الله مدير النبي عليه الصلاه والسلام اسا كتل لي يا يعني جوغي منافقين يهود ولي بحوق بدن حياه دار اسلام ما كون النبي يكون ولا وحين نقول دار كفر خيبر قال كل جد بكون نوليد وحين هي دار اسلام لماذا وحين راع سنيد دولة الإسلام كي مدينة كتلنيس بحكوميس كانت تلنيس والي دون الله صدر هي عامك دون الله صدر هي وحي السمية والحكومة هي لكن بلشيدة كن نورد وحي ريقة يبري يفدق إيو واد القرى يهود بها يعني قال لكن ما دام السلطة هي أود كتلس أي مسلم أهيت بلد كوا بلد إسلام وركاينات فانتين بيلتا ننوح إيغي مركولي دارتو ودار كفر أما ودار إسلام حيغي إلى الأمن والخوف وحولي بلد والبوي مسلمين تنبات كتشوغا ايغون امان ايو دران يقاد ايو وكا واسد ايو ضمين ايو كفيل منا نبهرين بلا خفير ولا اجير بلد والبوي مسلمين تاي كتشوغا مغنقر يلعان اي كتشوغا وحرية كتشوغا وبرد اسلام بوله ميل والبوي مسلمين تاي عبس كنو ليهين اما مغن اي كويهين اما اي حوغو ضمان ضمين واسدو باهي وبلدو كفر بوراني يا نادو الى الامن والخوف دار الامن ودار الاسلام دار الخوفنا ودار كفر بوراني نين كورن محفيري سلطه اذا كتن ليس علماء صدحات باجر وحيدا جان بين علتين انما صدحات باجر وحيدا ولا بد حل دارت حكم كذا وحلقه قنايا وصف مركب من جزئين او سلطة الحاكمة مع الأمن أو الخوف سلطة كتن أود كتن هذي قالتها مسلمين تونا يسون كنا بتجلينين ها وداروا كفر هذي دارته وح كتر أي مسلمين مسلمين تونا أمانة يكون هستان ها وداروا إسلام لا بد يبقوا جمعنا يا السلطة الحاكمة مع الأمن أو الخوف بس كده رياه لا بد أما كله لو داروا كفر لا بد وداروا إسلام عفوا هذي اللي واينا ودار كفر بورنيه قل يا افراد باجره وروح حاصل لكم اجر اود كتلسان لا فيرن ماي ام بدري امن لايق ماي لبدا ان لا اسكو قبان ماي اي بلد كدد كدغان بدنكيسا لا فيرنيا الوصف الديني للسكان با لا فيرنيا هذاك ماشي دغان دينته محيط هاي محا وبدن الى غلبه الوصف الديني بلد وحاكون نول مسلمين بقول كي بس ديتنا هي بقول كي والله واتن كريستنا دارت ودار إسلام بيلي وحدون عقد تليو هذه الله دون موبايلها لقى قاتو هذه دون حيد ما هذا كوفيد هلا قدكت أمني يسون كتيرين وحكت تليه قال هالنقدين مسلمين سكون بتجلين مربى هذه بيرشدوا ماشوا أبدا أي تاي مسلمين هاي ودار إسلام سيدي توبيو كلي حبشة يا أبدا بقول كيبا تطواتن قال انه قال لكن دبتو واسيديتن يا دور وليبا وحي كيهن مجرو نبان قالنا هيستا دور بقول سنة اذا وحو ايغيا الوصف الديني الغالب للسكان بو ايغيا وحي كوردن مقوس كتورية هوشا شافعي دا ابدا كتب الشافعي تكو اركيسا شافعي ام كيسا تكو اركيسا هوشا ايضا مجرد عفوا قليها مقد مربى يدين شيء افر قليا الشناد حيلي وحاصل انا اكون مشغول منه يا ابدا ايجي منه سلطان ايجي منه وحن ايجينا
ظهور الشعائر الإسلامية بس. أهو شو كدولي ابن عثيمين شعائر الإسلام من موقتها من موقتها واكم سيد باع عمر محانا قمقن هو شو كله في الإياء سبايدة رقوليها قولي سكراتك ظهور شعائر الديني بس إيقا هي وحك الله يفيرن هيان لما أرك قوليها تطبع اللي حاب وقولي الجمعية السلطة الحاكمة إيو الوصف الديني الوصف الديني الغالب للسكان بإسراعينيا ماشي عدة كتلة دي مسلمين هي بلشدة ماشي كنو الله وبدن ياهي دين تدو وبدن تاي إسلام وبلاد الإسلام هذه كلها دار كفر بيتانيين لحظة منات بالغو ورورين كرا نوال بماشي عسكة مركو دارتو وحكومة هايو دار إسلام أو دار كفر تاوانا تساو وقاتان مركو ودادوه اسمه خلاف سنة اسكم مال بيو سعودة نوال بو سدايري لحظة وداد أما لحظة منات يعلم هذا قابقة وتحليلي نوال بدارتو حكومة دار إسلام أو دار كفر هدي دار طهران دار إسلام هيد كدبنا كفر وطارئي هاي وحي أي حكومة إني دار كفر إنت حكومان وحي وجيدان ودار حكم صورة ودار حكم صورة ودار كفر عفوا ودار كفر صورة لا دار كفر حقيقة محال لغو ذا دار تمكة لكور لغفري حق أمن الدر هذا يعد قتل سوى دار كفر لكن ميت ما لغو أركو ilmihi ku dhashay meel laga soo qaaday manbuud ee laqida la tuuro gowr caadadka hilbaha meesha yaala aqdiga iyo qaraanka iyo waxa la guntay waxa laga soo qaadaya waa muslimiin kawaanka taqtad maadaama ay meesha muslimiin u badan yihiin ilmihi laga helo waa muslim baan leeyahay meel loo garanaynin gowrici salaad waa iska dib masad baad soo gali aaminta lagu wad kaga xiran halku taalama waa daru kufr bimaana أما خوف على غفيري وصورة أما صدق على جاي أما ملك هؤلاء وصورة لا حقيقة دار هذا أن كنا الله كله أصل كده دار الإسلام بعيد مسلمين بقتني حيابه أنت أول كان ميبو إسكاها حوار قطع أي شجان كدبنا هوس تجا بمباسي يمحوها إلى زنجباري إلى موسبيك ومزمبيك هذا اللي جاده إمارة إسلامية كتني جرتي ولي قدام بيس موسى بيك نيل ورجع كتلين جري البانيان دول عثمانية طابعوها وحاس وردن تنزانيا دول كانوا وردن مسلمين بكتلين جري كفر جو هي تليس وطاربة يا هيد كن سديت بقول سديت تاني دوركي جرمال كي برتقيس كي يتبع يا فرقين لقو سمي كدي من الدرك أنا لقطوري فقاد وحيسكوا فقسيهم بلد كان هذا أجوكتان المهر لقى هيلين لا أقون أبي أبان لا أقون وحالقة سوقاضة إنه ياي مسلم أما ما شو قدام بيسي كان يا ما شو قدام بيسها لقيها لو أما ما شو رسالة لقيها لو حلا حلا قص وقضية كوكوية برتن كذي كسي برتن كذا لقيها لو حلا اعتبارنا يا مسلم لماذا لاحتمال أنه من ماء مسلم لاحتمال لأن الإسلام يثبت بالاحتمال والاحتياط دار تأصل كي يضمحوها دار الإسلام بوها كفر وعطاري إني كورك دار الإسلام ومسألة بحث كجرة ولحق ولا كجرته مسلمين مويش ويشوغان ما ورد من قارد دونا ديار تأقالة وقبصدين أندلسي شام حبشي وكهلي هذه هل روح المسلم وكنوا لي هاي لقيت كالاقيها لي منبوتك ومسلم بوليه هل روح إنكو عطاق إذا المسلمين ما أنت بقول كيف الوطنية كاكين مغيكين قاست أنت قال إنه يقول لي بقول كي بالله واتني صدح بيشو قلاي مسوي كرني هذا بقول كي بصدق أغلبي هذا فر بدل مركز سائنا هو كلا قادة وهل كأوك يعني ودار كفر صورة ساسة لوجيدا صورة حكم جود بثين مو يلاكم مدق ميس بلش هذا ما كان أطي ما أدو وعيان تي دتك هذا حكومة يسوني ولا حكومة حكومي وحكم مغضة مجهول حالكم وحال الراعين يا أصل كهرة للراعينية يبلش هذا غالب كذا للراعينية لو فيرن ما ينكا استد هاوس كفرية قال كله يجيب ماي قد يضع مركبين هذا أدو فانتا أقواش مسلمة كو جريبان كو إيجيا بحث أو حكام فعيا مرة قليها كو هاي بلاد وبلاد كفر ورا هذا دون هالنقطة كل جيد كنتن يا أفرت الدولة الشيء يقول هالنقطين ديار وكفر هالنقطة وحم عنا كحرم بشر معي يلي ضدكم حم بشر سنة يا
إسلام بموجسنايا روح معلوم الحالة أو إسلام موجسنايا أما قال لما موج دار أما قال لما موجسنايا دار لما راعي بإجماع المسلمين ومن خالف فهو كافر بعد قيام الحجة عليه إسكوا قاعد هوش أيضا هذه الروح إسلام كي سموه قد دال الراعين أيه نبي محمد أصحاب ساد قال نقول لها حلي جي تشوجين مكان يكون ولايين هذه أحد معلوم الحالة دار الراعين أيه يهودي مدينة كنا وبحنا نقول لها أيه مسلمين صحابة حبشة تشوجين وحنا نقول ضدك حبشة كنا وردنا وحنا نقول لها أيه مسلمين بنقول لها حكت لنا هي نين مسلمة لكن إن يرى صحابة المسلمين بيها هي برشيد بطن كيدنا قال يا هاي ما كيس حاولك صوت تجينا برشيد بقولك يا بقول قال يا بعيد واحد قال يعني يرو دور إنه نجاش كأك دود حقتي سايس يعني بلاد الله مر راعيه روح ليقانه حال كيس أما أستنس أي موقته روح مجول عينكم بالله راعية مجول عينكم هو راعية ما كي دارته أصل كيد أي إسلام هاي كد ما لقى نقاش يوم ما أوريك تداره كفر وحال راعين يا أصل كبار لوع ليه يا أفراد المسلمين تمشوا كتجوا احتياطا. تامرك وينان إسكوا جان. أقواش مرك كتجرا تحول تحول كأيان ربائنا دول مرو وليح قول ليح قول وين. قولك كوبد وحوليه هاي دار إسلام نقول شر أهان جرتي. ومسلمين كتلين شرين هذا يقال قبسته. صدح شرط ما كان لقيه روم بيدار كفر نقول كرتا ورأي الحنفية. كو وإن الإسلام كو أن لغو حكمين وإسلام إسلام كو حكم كيسو كرد ماذا لابو وإن روح مسلم وسن كنا بدقين أمان وسن كو هيسانين صدح وإن بلاد كفر كو حيران طيب برطمو دا كو تال صدح دا شرد مكا اللي هلون بين نغنكر تا دارو كفر سيدا سيداتي بلد بلد إسلام هانشري ووريقي ما هاي سنة بدل ما هاي دارو كفر إلا بشروط ثلاثة شرط الكوبات وين حكم كإسلام كأوكا كليادو كإدلادو كرمادو أو إسلام واحد تلا ماشاء وسن كل هاي روح مسلمنا وسن أمان ينبت بتقول وسن كل هاي سنين دارتنا أي متصلة هاي بديار الحرب أي وضمك قال كل جيه لا بد شرط الكوبات هرادي لو هايو أي دارتو أي إسلام كسوي حكتو أي بلاد مسلمين أي كل على يسوا وحن لنا هاي ولي لمهلين شرط التحول إلى دارك في لمهلين حنفية أش أوش هذا وتك تكسدي كسي مشغول معي كنا يندرين سيم برا أي وحيلي محك الدولين وحيلي قاعدة ليين أو اللي إذا هذا قاعدة وحيدة هذا ما إذا بقي من آثار الأصل شيء بقي حكمه شيء أصل كآثار وحدة كذا مبيان حنق سباق ونقونية ينقونية أما الذي آثار تدو حكهرو حنق لباقي ونقونية وقاعدة إليه بقاء الحكم ببقاء أثر الأصل بيد هذا حكم باقي ونقونية إسلامك هدي وحن أمان مسلم وهلية أما دارت أي متصلة بالدار الإسلام أي تاي قاعدة أدوها الله وي رأيك إسكو هذا صدرت هذا بلاد هذا اللي قشة وبلاد الإسلام هدي على رأي الحنفية اللي قميزة بلد نقونا يدار كفر مجره مجره وين المسلمين قتلين وواحد مسلم وإسلام حكم مسلم لقوا أحكام الإسلام بقصعد بلاد الكفر رم بقصعد وما كوير طبعا حان أصعد الأحوال الشخصية أحكام الطلاق يا ميراث يا النكاح يا حسابات صدم بالنصعد وحكوا النصعد الحكم بالصلح وهو سيد الأحكام وحتى كينيا كصعودة وضد قار كل زينية شهادة لغوسية إذا المسلمين تم يلعب بدن بأمان كوهيستان اللي الدين حنا أيوه كانوا ديمقراطية اللي هذا يا وحيد ترى أنه فرقشان من الدين ما حسابه كلام سياسة النظام كنود داي نقول بنا بول كدون يصوم عدو جون هقلو دان كان مركز أمان بالله جاي حق تعبد كي يهولها مناسكتي على اتحال بيت القصيد كوحوي على رأي الحنفية بلد ما أنت نقول إياه وأسر كيسو دارو إسلام أها وما أنت نقول إياه دارو كفر مجره أنا كتاكو كسي داهي ما هي مركي كهل لها يين ديارتي أي تطارقو قبصدين حلق نقول في بلاد إسلام أي قالك عنده كشوا حلق بلاد الأندلس هي بلاد حلق تطارق قرنك أفراد هجرة هي قرنك
يتضب إلي حد يشناد إيوه يحلق السليبين تو شام يمادين نينك لو رجل إسبيجابي وحولي بها الدين حنفقها إذا تقرر أن بقاء شيء من آثار العلة يبقي الحكمة وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتاري عليها كانت من ديار الإسلام وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار الإسلام آثارت بولي باقيها حكم كوري أصلك مع باقيك شعائرتي وحباقيك مسلم كوفيدون ماشي تشوغا وحباقيك ولي لقى آدامه وحباقيك ولي هوينك يدحالك يطلاق يهولها إن إسلام يقوم مهري انت باقيت هاي دارت وامحي ودار إسلام لبقاء أثر الأصلي هي أصل كوريها والأصل بقاء ما كان على ما كان قولك صدحات قولك الله عفوا وحورنا يا بلدك إسلام كا وحسب بدل يا بلد كفري قورمة مرك أحكام الكفر قبسته ويعان نقطه ويؤمد كسيد عليسه ويقوى يسيطر إياه تسير دار كفر بظهور أحكام الكفر عليها على سبيل الاشتهار والغلبة وسيطرتهم لا بمجرد ظهور أحكام الكفر ولو بإذن من المسلمين ورأي أبو يوسف القاضي إيوه وذاديه كراعي أبو يوسف القاضي أسوي حولي هاي دارتي إسلام أهانجر توحي سبدي دار كفر قورمة مرها قال قبصة روك اللوريك تي أي قال حكمك قال أي كفر يسوه أي أمر يأوذو استعماشه مسلمين تونا يعالوا أنا يعز كيدا هذا رأيك واجد بوحاقاتي نقولوج محمد صديق حسن خان باقاتي إنجليز كمرك هندي يقب صدق الأول يعني وإذا دا كده قال لهم جري عز الدين كلون جري وقولي له دهلا ويسك قيس آية نعم بعد قال لهم هي استقال له ودي قولي هندي ما بلاد كفر بام سوى دار إسلام حنفية فود إنجليز أسوي حب فطوري فتويس كقرن هذا القيم بدون دير أنت المسلمين تو إسك عابين ولا يدق على ما يان وإن قل دارت نقول ماشي بالدارو كفرين أصل كهرباء جرة مسلمين تقولي وادق على الله ما ودي دينه يان مركز دارت حلو ودارو إسلامي هندي سدا سويد رأي قاسنا وحاقبة أبو يوسف القاضي أبو يوسف القاضي والرأي وقاطي والرأي وقاطي محمد إبراهيم وآه حكام الكفر هذي اللي قد دريري ومسلمين تلا مري أيقون أي تبرؤوا يا إسكجع عليان وحيسوب بدل ليس دار كفر صورة لا حقيقة هو شاس ولي جنتك هو صبح قولك صدحات حورنا يا سوى البي قالوا بلاد الإسلام وقب صدان وقنا التليان واحد دورنا كسميان يسوب بدل ميس أنا وريج ميس دار كفر إلى أنت أي شعائر الإسلام كم وقته وقول المالكية ها قبصدين ها سيطريين وحيدونان ها سمين ولي انت شعائر الإسلام اي باقي تاي دارتوا ودارو إسلام والرأي هو قبصدي المعثمات وقول المالكية نصوص المالكية وحاكمها إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة الشعائر عنها وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة بها فلا تصير دار حرب وركازنات فانتين بيلتها لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دام شعائر الإسلام قائمة بها ورأي واجدا بوقات وذات كشابودنا الرمل الشافعي مرك النصارى الأندلس أي قبصدين قبل كالأنجر أراغون لأورنجر بي قبصدين سؤال بلاودي أولي قبل كي نصارى قبصتي ألفونس يعيدا كسيبا لوريقي تبر ما إنه مهجرنا ما تكتقنا لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرة على إظهار دينهم به ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة على إظهار دينه بها بل لا تجوز الهجرة عنه لأنه يرجى بإقامة به إسلام غيرهم ولأنه دار إسلام فلو هاجروا منها صار دار حرب فتاوى الرملي مجلد كالأفراد كنت لابد كفينك مذهب كان السقع قالوا لولك ها قبصته وها سيطر يسه انتي شعائر الإسلام ولي باقي تهي لحكم مهيو إن لولك قالوا بي او حلو الدين يا حكم كوري إسلام لماذا والرأي أبو بكر الإسماعيلي أوتيري أصحاب الحديث إلى أهل السنة والجماعة أوتيري كتاب كيسي
هذا قرن وذاك آخر يعني كنا قضية جري ورأي الشافعية رأي الشافعية وهي ما رأي أصحاب الحديث وأهل الفقه وجمهور معها. أبو إسماعيل ويحوري في اعتقاد أئمة الحديث صفحة تطباتين اللي حوات قرن إيسان ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. معسو داري الأمن والشعائر والشعائر إلا مركب وكدغي وحور أهل الحديث وحيقة بان بلد كنو بلد إسلامية هاي دار كفر مصنقونين انت شعائرتنا أي كم وقته مسلمينتنا أي آمن كوهن بلد كأسقع ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين آمنين. قول كان الدليل سيد الحديث كان رسبا كميدة قرن إيسان أدو أد ورأي الشافعية الرأي كان بدن كي وأن هاي طائفة من أهل الفقه لكن لو ما تيرين كرو جمهور أهل الحديث لو ما تيرين كرو حنابلة بن وخلاف سن مالكية بكتكتي حنفية مال مرتي وحاوي أصحاب الحديث باب الديدن بهو شاهد بدن. المهم وحاس هما إسبدل شامي إسبدليني وحلقها الله أيوه وإطلاق اسمه على سنة بلد كأسقاه مرك عمليا لوي مادي برشدة كنول نول بوح كم وضل لوح حكومة بالإجماع كم جول حالكم وحال راعينا يا برشدة بدن كيد ماشى كنول على رأينا هذي برشدة جوكت مسلم وكتشرو مسلم كأصل الراعين روح أسقاه احتياطا لأن الإسلام يثبت بالاحتمال والكفر لا يثبت بالاحتمال ولا بالاحتيال. قول كان طان قبصن داري ديارتي وقول كي صدح هذه ديارته ما أنت دونك كنت على الله كنت ندور كإسلام كشركته كل جذح نغنيا دار الإسلام نغنيا معايا لي شعائرته وصعتها تذكر أمن بهايستان إيه يرى الجحزال عارض صدق وكسر جذح حكامته وكوه قانون بل ما تكون حكومة إنسان كتاب الله إذا كتكتين الله حري حري زيد قليا زعودك لقو بابية لقب حي حبسي هذا لكن برشة بدن كيت بشرة بانك أمن بهايستان وإذا قل قل أيه عمر إنسان يحجين هي بيها صدال دلنا هي إن يروى ذا داء وحاكم كدون طوق علي أم بها دون كذا لا عرس هذا أنت إسلام كلا شيئين سوى وفرع لك قاد على يتحال قول كان طن قبس إن بلد نقول يدار كفرين متشر قول كافر وحبلي أسوق جبي أهم ب وطن إسلام هانجر ولي ما قالوا باي البلاد لا ترتد وإنما يرتد العباد بتالين قول كان بلاد ما بردوا ذا مر إسلام ما حكمها ولي ذا إسلام محاق كحر عن شيخه مركل الولاية بلد كي برشدو كجوكتا الله فيرن هيا يا ذا حكم كلاسين هيا وح سلطة حاكمين قالوا يبلد كل حكم كوفي في برشدة ما صامعين ويا محي فائدة كانتي وحي كانتي هدي اللي يقول هذا دارت ودار كفرن لكن برش صورة صورة لكن برشدو حل إيجي إنه والبحر موجسنا يو مجول حال كنا غلبة الله الراعين أما احتياط بالله حكومي معنا كجر وحاول دارتها إلا هالجم ولا الجهاده أو سيطرة الإسلام اللي جسوا عليه أو حاكم كان ماشي لقى ترى واجب أوي مثل وين الفانتان ما صورة بلاش ما وحاكو حلا وبلد الإسلام أنا قال هين نبى أفضوبت وين لقى صورة عشوه وين جهاد لقين جيمه وبعد كله سعلي ومعنوه هالكاسة مثل زي ما ريس أذوب بلشدي شعب كان دباتو جيسين وحوم كده أصل كود دينية نين كان مراقصي الطلاد وكرسي قاطي البلد كنا آفي هين وين لقى دعيو لو كان لقى إسكالوي ولي وارد الإسلام ملكي سنة مجلي كرو هذا ترى ذو لكم حرة عي حقيقة بورة عي سلطة وهران بلد إسلام بها معنى ذو ما حي دارت واجب يجا إسكالو لكم وين ويقاتين وين ملكيين دعوة موين يجهاد كغزو كه طلبي كهام موين يفرض كفاية ما هو كان نمط اللوي فرض عين كور دعوي هو شيء نتكلم فانتان بعض الربا مثلاً بحث جازا كتشرة قليها أورنا يا مركا قليها أورنا يا سيد دارت مبهر الدودبة مرضى الإسلام هانجرتي وشافعي بدن كيت وأكثر الشافعي المتأخرين وحيدا هذين ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلق مربها الدين مر الحكومي إن دار الإسلام بها ولقي ما قالوا بها ما حيكو وضع ولي ملكي إنه كتشرا نبا وغاسب
وبوبي وين لقصو وين لقصو ردوه وقيل الدعي وين لسو ردو إيه ممكن هينك الدعي ويا ما كتلي. ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها كطرسوس وهكذا دم بيقب سيدين طرسوس ما شهدوا دقية هاي روشكو دقية سوري زما قرن نيسا وإنه كان نصاروا قب سيدين لا تصير دار حرب بحثي قاسمار كنهاية المحتاج كي تحفة المحتاج كي مغنقة يبجر على المنهج منهج كل كفيري وبحثي وحيو التاني حديثي ضعيف كا وذا تحسين الإسلام يعلو ولا يعلو عليه هل كاسي تاقيهم بلد كان إسلام الله حكمها حكم كسان الله قمق غادي كورد قال لي ما كسيد عليه كدلماري مجرتين ولي هو مسلمي هلا صور دعيه أيضا يسيدات هاي ويسايا يلادين دارت مردو دا إذا نوحي إليه دارت مردو وحان كوادنا بلوشة داش حكم كامساميني للكونا ملكي قال ما قال أيه وحان كلون كوادنا وإن دارت الله صور دعيه صار دارت وذلك عبد الله بن عبد الباري الشافعي يمني قاها واجي مدينة عدن أي إنجليز كوقف صدي واجي سماي اللوس السعودي أيو بحثي كقرأ وش أيضا كتاب كذا سيف البتار علامة يو... علامة يوال الكفار سبحان الله أفراد وحجري وإذا كانت دار إسلام عظم بك الله يا يذمار إيو كان على أهل الإسلام فرضا وحقا استنقاذها من أيدي الكفرة هذا دار إسلام هانجرتي إن لا صعد عيو ولا سعري واجب وهي المهم خطورة إلى ذا يتحول كدارت وحكورك تدار الإسلام إلى كفر بأورة إسكو كذا قل يا أوين فقه كجر يما أخذ كجر أيه وحسكورنا يا دارتي وح يثبت شيء دار كفر معنى وما حي دار كفر حقيقة بين نقطة كوضع هذا يعني ملكي إنه واقب حيو أنا قم بلي بيجا إسكله لو ما قبصن كرو ها كان أستين لقدي سوى حق وشرعي جهاد كفر عين ماها دعوية صلحي هولها لقد ضيو فرض كفاية هولها سوى خطروي قول قاطان قبسنا مركة شافعية ورك دارتم مربع دي إسلام وراهيت ما بقى له ذبا أيوة هاد وح قالوا هيا ذبا أبد دارو كفر ما بترتبه تبا قول كشرات وحورنا يا دارتو دارو إسلام دي مربع هاي دارو كفر سبب دليل ميسو إلى دارو كفر سبب دليل حكما سبب دليل ميسو حقيقة بيوجد إلا لقوا روح مسلمة أنت الروح مسلمة كنا له دار تنقون ماش دار كفر حقيقة هذا النقطة دي الله دون دار كفر صورة أبو الحسن ما وردي بكه الله يا وشام مكود دار كفر كه الله دار إسلام كه الله يا وحول وأما دار الشرك فعلى ثلاثة أضرب هدي وحلا تفصيل لي أما لا هاي لك لا صار يو شافعينك وقف في عنوي حلقيسي أفر بقول يكون نجد ودنت وصاحبه وجه سيد الراجحة نادو قيم بدون ويقاد فقيه سياسية محنقة كتاب كسحاوي كتاب لمن الشافعية ملها رجع ورمك الله وضع الله وقال حسده جويني نم بحستي أصحاب تيسا جويني حقوق سكتين وتكفير يبا كتاب كسقياتي قيادة الأمة ما في الجاهز الظلم وحول وابنن فرسيس مجوس بورما وردي ما بيقان السياسة قوائم الفرع فرعين والمجوس والأكاسر الليل وقصتين وتكفيرية وحاصلنا حسد وي كتاب كما وردي النهاية سقر بالاسم قارا اسم مها وفيقار جوين كتاب سفيقار ويفرقوري بالنسبة للحاو اسكوا قادة وحبادة يا نسيحة قد بني ما وردي بانكتع يا جويني لأنه أسوك عقيدة فيعنا ما وردي باك عقيدة فيعنا أو دام أسرق جويني يا أحبك ما أشاعر عشان توركا رئيس الحاد ويدي أور أشاعر اسكي لشيخ محمود يا شيخ محمود والله كفت معايا أحبك ما جران ما تشيب كيس وحس ده كتاب كيس قرق القرواي كتاب حكم سلطانية وحتى انتو كمان وقادة بيع على كمان وسوق ورسدي مر كتاب هذا في عموي دار الشرك صدح بين قتابر مد كوبات ما كان من بلادهم التي فيها ليس فيها مسلم التي ليس فيها مسلم فإذا التقط المنبوذ منها جرى عليه حكم الشرك اعتبارا بحكم الدار ديار الشرك بقى الله يا بلد أيقوا أي لهايين أي دقنايين وح مسلم وسون كنا ولي روحي المه يرى ما لقى قاده ما لقطه رأي محل الحكومة يا إنه كافر يا اعتبارا بحكم الدار
قيبت اللباد بوري ما كان من بلاد الشرك فيها مسلمون ولو واحدا رجيز دادا وبلاد كفر مسلمين باقود حنول هلنا الله كدقي كبلاد الروم بلاد الروم وبلاد شام إيو شام قيب كمي دي تركي قوي كتركي اللي بيزنطين تواقع ورجوك جرين فإذا تقد المنبوذ فيها ففيها وجان بوري ففيه وجهاني بلد قال دقيهين مسلمين يكونوا ليهين هل مسلم بالله كدقي بايلم ما لو تورا له لي لبا وجه بان قونا دان شافعيه نابر وجه كوبا انه مشرك في الظاهر بلد هو بلد قالوا ايغا اسكلي اصلا وفرعا مسلمين تن قناعسي كويتي كوي بدني سفر اما هل مسلم با كنول وجه و خوله كاسي وا الما سوا وا كافر اعتبارا بحكم الدار وجه لباد وحوله وقول ابي علي بن ابي هريره صاحب الوجه وهو الظاهر من كلام الشافعي انه يكون مسلما في الظاهر تغليبا لحكم الاسلام نينك مسلم كاي جو انطاكيا سو مدلكر مدعكرت انه علمها نسوله ومسلم وبلد بقول مليون وقالوا كنا ليين تمن روح المسلمين اي جوغان علمها وحلسينيا طبعا كان مسلمين تلزينيا تغليبا لحكم الاسلام ولان الاصل في البشريه الاسلام وكل مولود يولد على الفطره ورق شافع ورسالان ما اكو دغدغينا وحايغا خسيه هدا والضرب الثالث قيف صدحات ما كان من بلاد الاسلام وضع الاسلام بوهانجر التي غلب عليها المشركون قال قبصتي حتى صارت دار شرك حلي زيد ورلوكو وي قبصتين قالوا وي هيستين وحولي كطرسوسا وشام سوريا كتالا وانطاكيا وحي كتالا تركيا وما جرى مجرى ذلك من الثغور والمملوكه يفرمها إنها قبصتين على المسلمين فإذا التقط المنبوذ فيها نظر ولا فيرنية فإن كان فيها أحد المسلمين ولو واحدا جرى على الملقوط فيها حكم الإسلام بلد كأصل كيس إسلام هانجري قالوا ما قبصتين قف مسلم هدو كنو ليا إلمها لقاها ولم يعد لقا سوقاته مسلم وي وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين أجري عليه حكم الشرك في الظاهر لبعد المسلمين عنها وامتناع حكمهم فيها الحول الكبير مجلة كسديادات أفرطني صدح كفيرية يا بحر المذهب مجلد التطبات صدح بالقنطني السقال أشرح له كبير رافعي مجلد كالطبنات شنبق اللواتني السقال قول كهدان قبسنه قول كهدان قبسنه بلد نغني مات بلاد كفر حكما أو حقيقة مجره أو أصل الإسلام بلد مسلمان كالله إنها قول كي يقدم بي وأنك أقبح هايو أقواشا وأقول كورن جري بلد كهدو بلد إسلام أهان جري قالنا أي قبسن مسلمين ولي أي تشوغان لديه ما يوادار كفن لورن ماي وادار اسلام لورن ماي ولغا عاموسي قف ولبا كنولا وخي كمقال ونق ماهايا وحا لو يقانا تبعيد حكم الدار اخذا من تركيب الاوصاف ودار مركبه ليلى هذا حنفيه وركا بلابي نين لودن جابو اسحاق ما يحب بلابي ابو منصور وذلك اشعري هاي ابو منصور عبد القاهر البغدادي كتاب اصل الدين بو كشيغي الأسماء وصفات بقول شيء واجد دمبنا أبو إسحاق السفارة البخاري الحنفي قرن عشان هذا أصون كتاب كذي تمهيد الدلائل في بين التوحيد بأصنا كل شيء ابن تيمية واجد دمبا أصون كل شيء قاعدة ماردين بقول شيء وده معاصين ده مركز وحيد مودان والرأي ولي من ابن تيمية لا إنفرادي لقمة هرين حنابلة كنا قد الشيخ ولقمة هرين بقى حتى ابن مفلح وارضي سفيعنا ومحق الحنابلة يقنا الشيخ كنا قديه وحيو قاتينو ولو هو الرئيم تمينا ما بلابين وقول معروفة وكتبت كقران وحنفية تقريريا ايما ضوض قيبا كميدا شافعين ابي كهالين وي وذات كان ابو منصور البغدادي صاحب وجه انه يهيبال الحجية هذا كان الفرق السودين كاسكالي الفرق بين الفرق اسكالي امتحان كا شافعي يا في الشافعية اساسا للشيكا دارتا مركب ماردين تركيا كتالي هذا تركيا كتالله وهذا هو مؤتمر كوكب سنة وذاته فقهاء فقهاء المصلحة والانبطاح اسمه قرن نزال ابن بي عيدا كيسي ابن بي عيدا كيسي كوكب سنة ماردين وحن نرى ان تراث كي شاوس لم تمي فتوى دي سيبان نرى ان فتوى بلغوه الرئيه مجموع الفتاوى مجلد لو تنسيديات بشوخ وشاكا قال لي سيديات تمام بو كل شيء وحوليه مركزه دارتم ما دام عيدا كتشوغي قاليه اودا كتن اي قالتها مسلمين بدنا تشوغات ما الا مسلمين تو اي حوك وليين دارتا لورن وادار كن لديه مايو وانا دار اسلام لورن وادار مركبه من وصفين وصف الاسلام هو لغه هله وصف كون هو لغه هله مركه لا يرجع احد مع الاخر قواعد الفقهاء هي كينيسا ترجيح اصل الاسلام
مر بادي أي مسلمين تمشي جوعان قال كنا ليه منك كلا أسان حكومين أنا والبهوش أبو بسان هيو وسيد الشيخ قال الله وحياة إلا رجعوا على أصول الفقهاء بدن كود إلا رجعوا إسلامك قل له وداره إسلامي لكن والرأي شيخ لوجه الرئي أسان كلكوا هين وأنا تيل ورنج تبعيد الأحكام بواقعدة لا يقنا قاعدة مالكي قال الله تبعيد الأحكام أما الفرع المتردد بين أصلين لا يجده كم بوكا قضانا يا شبكة نشبه بوكا قضانا يا حكم رحالة سيا وقت النبي صلى الله عليه وسلم مركو حكومي سعد وقاص عطبة ويل كيسي عطبة إسلام توكزين يستئي عبد بن الزمعة اسكو قبصدين حكومتين سعد عبد بن الزمعة النبي حكومتين ويل كيبو فيري وحولي ويل كان ولالكي عطبة يقلدر دارمي وحولي أنا دلي أدونتنا كزين يستئي ويل كوا ويل كي هداد سعد ومكتكتو ويل كسو بدبادي عبدنا وحول النبي الله ويل كان ولالكي أدونتي آباه بعد شيء والدتي سسريدي سبعد شيء نقولش آباه بقول شيء نين كان وركي سنة كمتشر نبي ويل كي وفيري ويل كي وابا صورة طبق الأصلي وفكود فتكود أورجينالا أو عطبة إنا أبو وقاص زانيجي زانيجي يوقي ماشي الولد الفراش بالسوء المرك النبي حول الولد الفراش والعاهر الحجر فهو لك يا عبد من الزمع ويلك ووالك سودو والك ابن قنا سوما واحتجب منه يا سودو النبي صلى الله عليه وسلم سودوي ووالك حق النصبك هي حق الدحلك لكن والك ما في المحرمية والخلوة نبي حول قيبي حكم كي وقيبي أخوذي وقيبي دوا ولاك حق الدحلك هي حق النسب ولاك هوي ما دام هو يجي هاي نينك ما ضحك وصنانا هي ولاك ما حق خلوة هي محرمية ده تبعيد الأحكام بالله يقنا هنا الفانتين بيلتها أصول بيق مثل شيخ مشهور مرة أصول بيلات وحن كتش عيون وجه هذا حكم كان وحن غلبة إن إسلامك إذن ديارتن النسب شو اسمه إسلامك ودار إسلام مرك ويرتهاي دار الإسلام وهي حكما هذه قوانين لغو حكمنا ودار كفر صورة سوف فهمها ديارتنا مرك أحلي دتو ودار الإسلام حكما ضد كل لغو حلو حكم ودار الإسلام منبود كذا لقيت كذا مجهول الحال كذا ما شاء الله مري وامحي ذبائح ذيذا مناكح ذيذا وح ودار الإسلام حكما هذا قال كتلين يا قوانين نوحانين وادارو كفر صورة وحمرك يكوت رئيسون إن كذا كوها يدارت وادارو كفر هذا ذكر الله وقال وحقا بمجر الإسلام وأنك أهين خوارج خوارج وأنك أهين دارت وادارو كفر ودار إسلام هانجرت دارت وإسلام بهانجرت كفار باقى في الصدي وادارو كفر وحكون وردنا وكفر ها هذا من هاتو كذا إيه قط الله وحقا بمجر وأنك أهين بعض الخوارج وأصل كذا قرنيسان بس لا داسان ربي مركي إن الأدل وقبر رجو هذا لكم واسكاب الجبل تبعيه تدارنا وحدين سوشينا تاي أضعف الدلائل لما عسكان كرو دار روح لما راعين كرو صم الله أما هؤلاء كم وقته إسلام ما أما قال لما أما أصل كرو الراعي اللي هلي كرو دار تو حال الراعي كلية مجهول الحال صم الله مجهول العين صم الله صدرت بين سلفكو يفوق هذا الراعين ديارتي قالوا أي قبصدين مسلمين تكون ولا أمتشوا جي وحي راعين جرين إنه والبوح كم مرضي يكون حكم الجرين كيلا جران واينا أما أصل كبيوع راعين جرين ودارتنا إسلام أهيت أما مسلم كيار يكون حنا الله بضعه مصدح ذي راعين جرين بضم قصيدة سيهيت هذه دارت مركبة نقطة سيد شو اسمه متي أم راكله مسلمين تنو أي أن الحكم وهو ولا ودش جوا نقول بحافظ سكت ليا سيد وارد أحد يركض على حمر صم قرن يزاجي دغلي سكي قيس والبين بكوها بسدي أبقى لكم بكوها بسدي مرسلين بكو عبادي هم يقولون تبي كو عبادي قليه كلام عيا هاي يا هو كلا جرايو نهاد كم مغنا يور غيب كو عبادي المهم والله كلا حرداي والله كلا حرداي نين الحكومة متشرو شيخ مرق حول نو والبوح كم مغضى له حكومة يا دات لديه ماي ودر أبقى لورن ماي ودر هبرق لديه ماي إيشك ودر مرسل الله بحول الرجال ودار مركبة من أوصاف ثلاث تصالح قوضها خيرها سكوبك عزيز لكن هذا حكوفة دار مقربة مرقى شيخ وصور رأيه سواصح لكن اتفاق وامع إجماعه
دار لما راعين كرونين معلوم الحالة دار روح دار أحد كنا راعينا وأضعف الدلائل مركي الدليل كألا وايو يا لو على يقبا انت اصلا قلبت ورن لها بريبا ان شاء الله تعالى وحيد من قبل قبينا يا كلمه ده والله سبحانه وتعالى اعلم.